أهلا بكم في أكبر قناة رياضية متخصصة في أخبار الرياضة على اليوتيوب. تحدث عن ما جاء في هذه المباراة، تحدث عن صعوبة هذا السيناريو، عن وجود أخطاء، عن أنه كان أفضل مما شاهدنا على مستوى النتيجة، على مستوى الأداء، على مستوى الفوارق التي نعرف أنها لم تكن كبيرة، حتى على مستوى الأرقام عندما نشاهد التسجيلات. منتخب مصر سجل 13 تسديدة باتجاه مرمى، منها واحدة فقط كانت ركلة جزاء محمد الصلاح، مقابل 11 تسديدة أروسيا سجلت أقل على المرمى لكن سجلت 3 أهداف. يعني أنا كنت أتمنى الأفضل لمنتخبنا، إنما هارد لك تجربة ممكن نستفيد منها ونتعلم منها. طبعا الجمهور المصري ذواق، بيحب إن دايما يبقى في المستوى، بيحب دايما إن منتخب بلده يبقى في الأمان، بيحب دايما إن منتخب بلده يبقى في التميز. إنما هؤلاء الأولاد قدموا أفضل ما لديهم. أي نعم، زي ما قال كابتن علي، قدمنا 20 دقيقة كارثية في بداية الشوط الثاني، كلفتنا 3 أهداف من أخطاء ساذجة، من أخطاء سخيفة تحصل. بعد فتح الكرة القدم كانت قاسية معنا، يعني مشوار ممتاز، وحتى المونديال ضاغط ضربات بشكل رائع. قدم أحمد فتحي، مش هتكلم عن أحمد فتحي، أحمد فتحي تاريخ كبير، إنما بيحصل في كرة القدم، هم بيحصل في تاريخ كرة القدم، عشان كده هي كرة القدم قاسية في بعض الأحيان. انما يعني على المستوى الشخصي مش عايزين نحمل بعض اللاعبين المسؤوليه، انما زي ما بقول كنا بنتمنى الافضل، كنا بنتمنى بالمستوى اللي ظهر بيه محمد صلاح في الدوري الانجليزي ان احنا نعدي الدور الثاني. انما زي ما بقول البدايه الكارثيه في بدايه الشوط الثاني هي كلفتنا الكثير، انما الولاد قدروا ان هم يرجعوا بعد ال 20 دقيقه ما استسلموش، وظهرنا بنهايه المباراه بشكل نوعا ما كويس، وسجلنا هدف لمحمد صلاح من ضربة جزاء. انما زي ما بقول هي تجربة نتعلم منها. هذا جيل صعد منتخب مصر الى العالمية بعد 28 سنة. عندنا دايما في الاعلام والنقد ذبح اللاعبين. هؤلاء اللاعبين المفروض الحفاظ عليهم. هؤلاء اللاعبين قدموا ما لم يقدمه اي جيل. ما لم يقدمه اي جيل. حط تحت اي جيل دي 100 خط. هؤلاء اللاعبين محتاجين حماية. هؤلاء اللاعبين محتاجين تكريم. هؤلاء اللاعبين محتاجين احترام. اتمنى يكون الافضل، اتمنى ان احنا نعدي الدور الثاني، انما عدم ذبح اللاعبين، عدم ذبح الجهاز الفني، قدموا افضل ما لديهم، قدموا مفيش حد دخل، مفيش حد تعطل. انا لا استطيع اسمع الكثير والمزيد، لكن الان الى معيننا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.